شاهد تصريحات سيد عبد الحفيظ بعد مباراة الأهلي وبيراميدز. شاهد تصريحات رمضان صبحي عن الأهلي بعد مباراة الأهلي وبيراميدز. السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. مساكم بالخير عندنا سحب على 100 جوال 14 برو ماكس وسحب على 100 ألف جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورة شراب وتكتب تم في التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة شاءت تصريحات سيد عبد الحفيظ بعد مباراة الأهلي وبنامت كشف الإعلامي إسلام صادق مفاجأة من العيار الثقيل بشأن عرض النادي الأهلي المقدم للتعاقد مع أحمد سيد زيزو خلال فترة الانتقالات الصيفية وتحدث صادق خلال تصريحات عبر برنامج لبريمو حيث قال: الاهلي يجهز لصفقه سوبر خلال الفتره المقبله واضاف: حسام غالي عضو مجلس الاداره النادي الاهلي تواصل مع احمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك وسيتم ارسال العرض عقب البطوله العربيه وواصل مسؤولو الاهلي يستهدفون ضم زيزو قد يكون في يناير المقبل او بنهايه الموسم المقبل واكمل زيزو تلقى بالفتره الماضيه عده عروض قويه للرحيل عن نادي الزمالك وقد نرى ذلك بالفترة المقبلة رحيل لأحد دوريات الخليجية والأوروبية وأكمل